Hello and welcome again to Understand English. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية في قناة Understand English. النهاردة هنستكمل قطعة النقد النسائي اللي بدأنا فيها المرة اللي فاتت، وكنا وقفنا عند وألمح جون دون ولم يرفض عندما كتب هواء وملائكة إلى نظرية توما الإكويني التي ترى أن الشكل مذكر والمادة مؤنثة. أولا إحنا هنبدأ نترجم الكلام ده ترجمة حرفية، لأن هو بينقل النظرية، وفي نفس الوقت إن الترجمة داخلة في الترجمة الدينية وليها تأويلات كتير، وإحنا مش عارفين التأويلات بالكامل، فهننقلها حرفيا والقارئ يفهم بالطريقة اللي تناسبه أو يفهم مع الاستقصاء والبحث براحته، لكن إحنا ننقل المكتوب حرفيا. وألمح جون دون ولم يرفض عندما كتب هواء وملائكة. جون دون insinuated when he wrote air and angel to إلى نظرية توما الإكويني. توماس أكوينو ثيري التي ترى أن الشكل مذكر والمادة مؤنثة، التي which ترى sees، واحنا استخدمنا ال present simple عشان خاطر دي حقيقة، الشكل مذكر والمادة مؤنثة. هنا عندنا جملتين، أول جملة الشكل مذكر ودي جملة اسمية، والتانية والمادة مؤنثة. الجملة الاسمية بنترجمها كالآتي: الشكل هنعمله subject، the shape مذكر is، ده الخبر بقى نحط ال verb to be عادي، ونحط الخبر بتاعنا مذكر mass كلاين، ونحط and، وهنا نعمل compound sentence ونربطهم ب and، يبقى نحط ال subject التاني، المادة مؤنثة sub and the substance substance is feminine، وكده خلصت الجملة. يبقى احنا عندنا الجملة اهي من اولها sees that، يبقى see that sees that، انها ترى ان دي ترجمتها that، the shape is masculine and the substance is feminine. طيب وان الشكل، طب الوادي اللي بتعطف جملة على جملة ولا معناها وترى النظرية ايضا؟ الوادي معناها وترى النظرية أيضا. خلي بالك من حاجة صغيرة زي كده بتبين مقدار فهم المترجم للنص اللي قدامه. يبقى الوادي and sees also، وترى أيضا، أنا ترجمتها كده، ودي مش ترجمة حرفية، ده المكتوب قصادي إن الوادي معناها and sees also، أنها ترى أيضا، وأن الشكل العقل المقدس المذكر. هنترجمها حرفيا: الشكل العقل المقدس المذكر الأعلى، هنا هون في كلمة بس مشطوبة، الأعلى يطبع على شكل المادة الطيّة الخاملة المؤنثة، الأعلى also the supreme الأعلى المذكر masculine المقدس holy أو sacred العقل المقدس. العقل هنا هترجمها God، هو يقصد God، هو ميقصدش أي حاجة تانية. cheap تعالوا نقرا ديا: and sees also the supreme masculine holy God cheap prince يطبع prints على شكل prints on على شكل المادة الطيّة الخاملة المؤنثة، المؤنثة feminine feminine الخاملة الخاملة in active الطيعة، ممكن تحط plastic وتحط mal
يبل مال يبل، وأنا شايفها دي أنسب. المؤنثة الخاملة، يبقى هنخش كده في الطيعة، مالييبل المادة، سابستنس سب ستانس، تعالوا نقراها. تمام. And she is also the supreme masculine holy god, shape prints on feminine inactive malleable substance. وخلصت الجملة. نشوف الجملة اللي بعدها. ونظر الرجال إلى منيهم من sees that، ويرى الرجال أن، ماشي، ونظر الرجال إلى أن منيهم، ونظر الرجال إلى منيهم قبل قوانين مندل للوراثة. Man see that، يعتقدون أن، before مندل Mendeline pattern of inheritance قوانين مندل للوراثة هي طريقة عبر بيها مندل عن الوراثة، فهترجمها كده inherent Mendelian pattern of inheritance، لأن هو كان ليه طريقة معينة أو نمط واضح لموضوع الوراثة حدده مع البسلة البازلاء يعني. طيب، قبل قوانين مندل الوراثة، الجملة الاعتراضية دي حطيناها خلاص على أنه see that before، طب على أنه من see that there منيهم سمن، أنه البذور الفعال is، دي جملة اسمية تاني على أنه يعني منيهم هو البذور الفاعلة، يبقى جملة اسمية تاني is seeds who seeds which التي تهب الشكل، which is تهب، هنحطها give عادي مفيش مشاكل، give أو الشكل give shape to ovum which is waiting without identity until تتلقى ميسم الذكر. احنا ممكن نقول receive the semen وخلاص، هو ميسم الذكر المقصود بيه ميسم الذكر، فأنا مش هقدر أكتبها كده، لكن احنا ممكن نكتبها which until receive من semen. وبكده نكون خلصنا القطعة دي بالكامل. القطعة كانت مليانة بعض المشاكل اللي هي فيها بعض الترجمات العلمية وفيها بعض الآراء الدينية اللي كان صعب جدا نقلها، خصوصا إنها بتؤول لمعاني كتير. أنت في حالات زي كده اتعرفت ازاي تتغلب عليها، ازاي تترجمها حرفيا عشان تنقل المعنى وتسيب التأويل للي بيقرأ. شغلتك كمترجم انك تنقل المعنى بأمانة، انت كده نقلته، هو ده الشكل اللي انا شايفه مظبوط في الترجمة.
شوف وجهة نظرك ايه، لان في نظريات كثيرة في الترجمة من ناحية توصيل المعلومة او توصيل معنى الكلام. الطريقة دي طريقة من الطرق، في طرق تانية ممكن نوصل بيها، لكن انا اخترت افضلهم من وجهة نظري. لحد كده هون انتهت حلقتنا، وان شاء الله هنبدأ في الترجمة القانونية من الحلقة الجاية. شكرا لاستماعكم. Thank you and goodbye.